go peace. But now I'm all in a fight to defend my peace. Should have invested the first time. Move with an unknown source. Come on, cow, I'm in a good enough. Dabbed up with that pain to go deep. On a borderline rage. ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. مشاهدة مباراة ممتعة، بقي على الفريقين أن يقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة أخرى داخل هذه المباراة. مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب. وجود هالاند هو كابوس للمدافعين في الملعب، الكل يعرف أنه أي هفوة معناها هدف. هالاند لا يهدر الفرص، من أي فرصة من أي هفوة راح يستغلها ويزور الشباك. مع هالاند لا يمكن أن تترك فرصة أو أي مجال للتهديف. كيميتش تدخل في الوقت. كيميتش، مرحلة جس نبض بين الفريقين في بداية المباراة. هالاند لم تكتمل فرصة. حتى الآن كل فريق يحاول أن يحافظ على مرماه أكثر من أن يبادر في الهجوم، من أن يتقدم إلى الأمام، لذلك مباراة سلبية في كل شيء. نيمار توقع ممتاز هنا، مر وانطلق، يسددها غريزمان. الله على هذا التألق لحارس رائع، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. مبابي حاول أنه يجرب حبه. روديغر يحاول تمريرها من بين المدافعين. روبرت بيريز، الله على الملعب. غريزمان لوحده بمجهود. التسديد الآن لا تشكل أي خطورة على المرمى، لكنه في الأخير فشل. يا نيمار، ثم نيمار. يا نيمار، يا نيمار. There goes Haaland. He's on his way again. He's hungry. He's scored. He always does. He always will. Nothing more certain than Erling Haaland would slap his name across this game. بالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. هالاند كان موجود في المكان المناسب، استغل الفرصة بشكل جيد. هو هداف، هو سفاح، هو نجم في الفينشينج عالي جدا. Number 21 Erling Haaland. والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. يفقد توازنه، صافرة وخطأ هنا. مرت الكرة. هالاند، خطير على المرمى. ميسي يثبت انه يلعب من اجل فريق في كل مكان، سواء في الدفاع. بيلينغهام اخطا، لكن هالاند بينية رائعة. روبرت بيريز عرف كيف يمر ويعود بالكرة الى الوراء، ولم يتردد الحكم في اتخاذ القرار. ضربة جزاء مع قرار كهذا، الموقف صعب جدا عليهم. حالة من عدم الرضا بين اللاعبين على قرار الحكم، مع اقتناع الحكم نفسه بقراراته بالتأكيد. ركلة جزاء تحمل معها ضغوطات كبيرة. تاليسا، here is Antoine Griezmann. Griezmann to shoot and it's gone in. An error from Fernando. لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها.
في رأيي أنها لم تكن الطريقة الأفضل، كان فيها شوية مجازفة لاعب الكرة في منتصف المرمى، لكن في الأخير تمكن من التسجيل. After 49 minutes is number 7, Antoine Griezmann. There goes Haaland. He's on his way again. He's hungry. He's scored. He always does. He always will. Nothing more certain than Erling Haaland would slap his name across this game. من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال فرصة والهجوم المرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. لم يكن هناك مجال لعبور الكرة. وحرب الكلام الآن، حرب الصحافة الآن، ولكن حرب الأقدام. يمشي ميسي، عطاله عطاله، ليو ليو ليو، ميسي ميسي عليكم، ليونيل الجول يا دور. تاسع هدفه يعادل كريستيانو. وعليك أن تستفيد من هذه الوضعية. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة، يملك مهارات كبيرة بالكرة. من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. تدخل بدني قوي لاستعادة الكرة. Here goes Haaland. He's on his way again. He's hungry. He's scored. He always does. He always will. Nothing more certain. There goes Haaland. He's on his way again. He's hungry. He's scored. He always does. He always will. Nothing more certain than Erling Haaland. Kimmich. الآن إمكانية المرتدة. الكرة ملعوبة إلى الأمام. There goes Haaland. He's on his way again. He's hungry. He's scored. He always does. He always will. Nothing more certain than Erling Haaland would slap his name across this game. Messi. ولا لديه فرصة. ليونيل ميسي. روديغر. ويسدد. الحارس مرة أخرى يمكن في بعض التسرع هنا، لكن تكرار المحاولة راح يكون. والتسديد. ملعوبة قصيرة من هذه فرصة جول. يحاول مرة أخرى. تسديدة من أول لمسة. يعرف انه كان عليه بذل مجهود اكبر في روبن نيفيز. يتسبب في خطا. انذار مستحق في رايي. يوان كرويف. تمريرة جميلة الآن والفرصة خطيرة. تسديدة أخرى. جورجينيو يشتت الكرة. محمد صلاح جول أم لا؟ صلاح وإياكم إلى الأوقات الإضافية. رحلة البحث عن فائز متواصلة هنا في هذه المباراة. كنا نتوقع موسيالا.
Mbappe, Thuram, Mbappe! Oh, wow! He is an awesome force of nature! Brutal! بينية جميلة يوان كرويف إمكانية تسديد الآن خطيرة الكرة وضاعت فرصة محالك ركنية خامسة في الماتش روبن نيفيز يلعب محمد صناع جول أم لا صلاح فودين أي فرصة ضاعت هنا مباراة مثيرة أغلقت كل المنافذ هنا بعد هذا التحول في النتيجة هل يمكنهم ليو يا عيني يا ميسي يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة مدريد أظهر براعة كبيرة في الحلول الفردية نضج كبير جدا أيضا في العمل الجماعي لم يفقد أعصابه استمر في الهجوم على الخصم وفي الأخير تمكن من تحقيق المطلوب على المتابعة